ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. ما زال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يصر على الإساءة للإسلام والمسلمين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل فرصة تتاح له، ليس ابتداء من الحديث عن الإسلام الفرنسي وقانون الانفصالية العنصرية الذي يرغب من خلاله استهداف حرية المسلمين وإدماجهم في الثقافة الفرنسية، مرورا بمباركته لنشر مجلة شارل إبدو رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهامه للإسلام بأنه يعيش أزمة في كل مكان، واتهام المسلمين بالإرهاب بعد ذبح المعلم الفرنسي الذي عرض رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس انتهاء بحديثه في تأبين المعلم الفرنسي عن عدم تخلي فرنسا عن نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى ضوء ذلك العداء الواضح للإسلام والمسلمين من الرئيس الفرنسي، نعود قليلا إلى الوراء لنتساءل عن حقيقة الاحتلال الفرنسي للجزائر والحرب التي خلفت ملايين القتلى من الشعب الجزائري المسلم. هل كانت حربا صليبية أولا أم لأطماع اقتصادية خالصة؟ وكيف واجهتها المقاومة الشعبية؟ وما حقيقة استقلالية القرار الجزائري عن فرنسا اليوم بعد 58 عاما من إعلان الاستقلال؟ مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الرافعي، الكاتب الصحفي الجزائري. أستاذ عبد الله، تحية لك. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. في البداية وعلى ضوء هذه الهجمة على الإسلام وعلى المسلمين، نعود نتحدث ربما عن الاحتلال الفرنسي للجزائر وهذه الحرب التي خلفت ملايين الشهداء. الحقيقة، هل الاحتلال الفرنسي للجزائر كان عقائديا صليبيا أولا أم كان لأطماع اقتصادية خالصة؟ هو المعروف الاستعمار الحديث، الاستعمار المعاصر، فيه يعني كانوا أكبر مستعمرين هما بريطانيا وفرنسا، ويليهما ألمانيا والبرتغال وإسبانيا. كلهم، كل المستعمرين الصغار هؤلاء، كانت تحركهم النزعة البراغماتية المصلحية المنفعية. إلا بريطانيا كانت تحركها نزعة الاستعلاء، بمعنى حتى أنها كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، وإلى يوم الناس هذا تسمى بريطانيا العظمى. فكان جنون عظمى. هذا كله في كفة فرنسا، في كفة أخرى. فرنسا من أقدس مقدساتها أنها البنت البكر للكنيسة الكاثوليكية. فإذا كان معقل الكاثوليك وقبلة الكاثوليك في الفاتيكان، فإن حامية الكاثوليك هي فرنسا. مثل ما يعني الآن الأرثوذكس لهم كنائس في الشرق متعددة، لكن حاميتهم والتي تدافع عنهم هي روسيا. مع الأسف هذا ما لا يوجد عندنا في الإسلام. نحن كنا نتمنى أن تكون عندنا قوة إسلامية، ما دمنا فشلنا في الوحدة، كنا نتمنى أن تكون عندنا قوة إسلامية محركها لا إله إلا الله محمد رسول الله، تذود عن بيضة الإسلام وتحمي حيابه. مع الأسف هذا ليس عندنا. نعود إلى فرنسا. ففرنسا محركها الاستعماري الأول والأخير قبل المصلحة، والتي هي تختلف فيها عن باقي الاستعمارات، هي حرب صليبية، هي استمرارية للحروب الصليبية. هم لا ينسوا أبدا صلاح الدين، هم يرون في كل مسلم صلاح الدين، في كل مسلم يرون صلاح الدين. قد لا أكون مبالغا إن قلت لك أن الشرطة التي رمت الشاب الشيشاني على ما كان من عمله، نحن لا نرضى بأن بتصرفه، لكنها قتلته، أو الشرطي الذي رماه بالنار كان يتصور نفسه أو يتخيل أو يتمثل أنه يرمي صلاح الدين الأيوبي. فبالتالي الحروب الصليبية استمرت في الجزائر، حتى هناك بعض المؤرخين من يقولون أن نهاية الحروب الصليبية، نهاية حروب الصليبية في القرون الوسطى تأخرت إلى يوم 5 جويلية 62 وانتصار الجزائر على فرنسا وتحقيق الاستقلال. يومها طوي ملف الحروب الصليبية في نسختها القرسطية، ولذلك هذا ما يؤكده بوش لما أعلن حربه، أعلنها باسم الحروب الصليبية الجديدة. فالغرب يعني مشعل يتسلمه، يعني الحروب الصليبية والعداء للمسلمين مشعل يتسلمه، يسلم من دولة إلى دولة ومن شخص إلى شخص. ف
لو تشوف أيضا الاستدلال على قولنا بأنها حروب صليبية وبأن فرنسا كان محركها هو عقيدة الصليب، لكن في ذلك الوقت أستاذ عبد الله كان الانقلاب على الكنيسة قد تم من فترة، وكان لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين والتنوير وعصر التنوير وغير ذلك. لو لم يكن كذلك في ظل فرنسا هذه الجمهورية الخامسة، الحقوق والمساواة والعدالة وحرية الشعائر واللائكية المطلقة يعني فصل الدين عن الحياة، لماذا يضايق المسلم الملتحي ولا يضايق القس أو اليهودي الملتحي؟ لماذا تضايق المنقبة أو المحجبة المسلمة ولا تضايق المحجبة اليهودية أو الراهبات النصرانيات اللي عندهم شكل يشبه حجابنا؟ لماذا لا يضايقون؟ لماذا الحجاب بالنسبة للمسلمة إرهاب؟ لماذا اللحية بالنسبة للمسلم إرهاب عند الفرنسيين؟ فرنسا جاءت إلى الجزائر تقاتل باسم الصليب، جاءت لكل مستعمراتها. لو شفتهم لو وضعت الآن خارطة إفريقيا، نتكلم على الأقل عن إفريقيا، ووجدت المستعمرات الإفريقية تجد أن شعوبها كلها إما شعوب مسلمة عن بكرة أبيها أو غالبية سكانها مسلمين. ولك أن ترى أن التواجد الفرنسي، التواجد الاستعماري الفرنسي كان في غرب إفريقيا، بمعنى كان لو نشوفهم الآن وأنت لك أن ترى إن كانت مسلمة أو غير مسلمة، عندك تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، سنغال، البينا أو بنين، كوت ديفوار، الكاميرون، الطوغو، الغابون، افريقيا، غينيا الاستوائيه، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، هذو كلهم مستعمرات فرنسيه، كلهم فيهم كثافه سكانيه مسلمه كبيره. او يعني مثلا نتكلم على السنغال مثلا 98% مسلمين، مالي 98% مسلمين، تشاد حوالي 70 مسلمين. فبالتالي كان هاجسها حتى في أوروبا الشرقية، في أفريقيا الشرقية احتلت جزر القمر ومدغشقر وإريتريا، هادو كلهم فيهم تجمعات فيهم سكانهم مسلمين. فكان قضيتها قضية مع الإسلام، هي تحقد على الإسلام إلى يوم الناس هذا. ربما كانت خاصة في يعني منذ بداية الجمهورية الخامسة هذه التي الآن تطوي صفحاتها الأخيرة على يد ماكرون، ربما كانت تتشدق وتصور الناس نفسها على أنها يعني الثلاثية المقدسة للجمهورية الفرنسية أو للثورة الفرنسية، حرية وإخاء وعدالة ومساواة، إيغاليتي فراترنيتي ليبرتي، حرية وإخاء وعدالة. لكن كلها كيل بمكيالين، العدالة ما بين أبناء فرنسا، لكن الأجنبي يعني ينظر إليه وفي أي سانحة بسيطة يكشف هذا الزيف. عندك مثلا زيدان وصلوا لدرجة أنهم قدسوه في سنة 98 لما فاز بكأس العالم، قدسوه لدرجة يعني أصبح رمز وطني. في كأس العالم في ألمانيا 2006 أثناء النطحة الشهيرة هاجموه بعنف وقالوا هذا هو المسلم، حتى لو ولد وتربى وكبر في فضاء غربي متحضر لن يتخلى عن جذوره الهمجية العنيفة الإرهابية، وسماه بإرهابي الملاعب، مع أنه ليس زيدان من ابتدع هذا. هم ينتظرون السوانح. أما بالنسبة لماكرون هو نموذج جورج بوش. جورج بوش عرى كذبة الليبرالية والديمقراطية الأمريكية، وهذا الذي سيعري سوءة فرنسا الديمقراطية، فرنسا الحريات، فرنسا. وحتى ترى أنه يتصرف بنفس الصبيانية والهوجائية التي كان يتصرف بها بوش أعلنها صراحة، نحن في حرب صليبية جديدة. وهو الآن يعني شوف بالله عليك رئيس جمهورية، وأي جمهورية فرنسا، يقول لك أنا مصر على إعادة نشر الصور المسيئة. يعني لما ينزل هذه المفروض تترك للصبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست لرئيس فرنسا لأنه صبي. ربما لا يستغرب ذلك إذا كان من يتحدث باسم حزب يميني متطرف على سبيل المثال، يعني حتى بمنظورهم هذا ماكرون اشتراكي يساري، لماذا يمارس هذا الإرهاب الذي ربما يشبه إرهاب داعش عندما يوجه هذا الخطاب المسموم للإسلام والمسلمين؟ هو شوف الله يخليني أقول لك، الكفر ملة واحدة،
هو يساري واشتراكي وممكن يكون مانيش عارف اي انتماء ايديولوجي اخر، لكن في النهاية هو نصراني صليبي كاثوليكي، انتهى الامر، فلا تستغربوا منه ذلك. حتى ماركس او لينين الذي قضى يعني انشأ للشيوعية وطن وكيان سياسي، لو فضلته، مع انه يقول انه يكون ضد الاديان كلها، لكن لو قلت له يعني فاضلته بين الاسلام والنصرانيه لاختار النصرانيه لانه نصراني. يعني ماكرون يعيش بعقليه الحروب الصليبيه ما زال حتى الان من خلال هذه المعطيات اليوم استاذ عبد الله؟ الحروب الصليبيه ميراث عقدي وليست مجرد نزوه عابره. الحروب الصليبيه ميراث عقدي لا يمكن التخلي عنه. مع الاسف الغرب لا يستحون بميراثهم وتراثهم العقدي أو التقليدي مع ما فيه من السوء في مقابل المسلمين الذين أصبحنا نستحي الآن من يعني أدبيات ديننا ومن أوامر ديننا. اليوم من المفروض حتى قرآن المنزه المنزول من رب العالمين أصبحت الناس اليوم تقول لك والله لا تقرأ الفاتحة أمام إخواننا لأنهم يتأذون، إخواننا النصارى واليهود. وأنا قلت هذا رب الأرباب، ربي أنا ورب النصارى من قال هذا؟ لا، ما تقولش على النصراني كافر وننحت له اسم جديد. أنا فالحياة في الدين في العقيدة لا يسعنا المرتبة أو المنزلة بين المنزلتين. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. المؤمن هو من يقول لا إله إلا محمد رسول الله، الكافر هو من على غير هذه العقيدة. معاملتي معه يعني وكأنه يقول إنه والله جمهورية علمانية وقيم الجمهورية وهو اشتراكي يسار، يعني ليس بهذا الاتجاه. إلى هذه الدرجة هناك حقد دفين ويظهر غير ما يبطن أو يبطن بغير ما يبين للناس أو يظهر للناس. نيتشه الفيلسوف نيتشه يقول إنه يعني هو يرد على الشيوعيين، يقول أنه تستحيل حياة البشر من غير دين ومعبود. تستحيل حياة البشر من غير دين ومعبود. هل يعقل أن تستحيل حياة فرنسا من الوجود؟ أن تطير فرنسا الدولة الفرنسية من الوجود؟ لأنها إذا تبنت اللائكية يعني المطلقة أو الشاملة معناها ينتهي وجودها من الأرض. ما فيش الإنسان منذ أن خلق الله تعالى عبد الأحجار والأبقار والنجوم والكواكب بحثا عن معبود، وإن لم يكن معبودا بحق المهم أن يكون بمعبود. هذا النصراني يتصور أنه على حق، يتصور أن له دين صحيح، فبالتالي وإن ادعى أنه لائكي لا علاقة له بالدين وفصل الدين وجعل الدين يعني مختزلا في الكنيسة والطقوس التعبدية ولا علاقة له بالشأن العام، إنما يسوق لك كمسلم، يسوق لك هذا الفكر لتتبناه لتنسلخ عن دينك. طيب نعود مرة أخرى لهذه العقدية أو العقيدة الصليبية التي كانت تحارب بها فرنسا الجزائر واحتلتها لمدة 132 عام بهذا الشكل. أبرز الشواهد على أنها كانت حربا صليبية صراحة. هو فيه ما فيه يعني ملمح واحد، معلومة واحدة أو معطى واحد يثبت، واحد فقط يثبت أن فرنسا اقترفت أكبر إبادة جماعية في تاريخ البشر منذ أن خلق الله آدم في الجزائر. يكفي نقول لك أنها دخلت فرنسا في سنة 1830 احتلت الجزائر، كان تعداد الجزائريين 10 مليون نسمة، غادرتهم بعد 132 سنة تركتهم 10 مليون نسمة. هل يعني الناس دائما تتكلم تتحدث عن أنه الإنسان الرجل الأبيض اقترف إبادات جماعية في حق الهنود الحمر في الأمريكيتين، وهذا صحيح صحيح جدا، لكنه لا يضاهي أبدا الإبادات الجماعية التي اقترفت في الجزائر، لأنه الرجل الأبيض في الغالب كان يقتل الهنود من أجل أخذ أراضيهم، وفي الغالب كان يقتلهم لأنه لم يجد وسيلة للتعاطي معهم، ولأنه متكبر فكان يراهم أنصاف بشر، كان لابد أن يبيدهم ليبني حضارة على جماجيمهم كما يفعل ديدن الرجل الأبيض. بالمناسبة النصراني يعني من غزا الأمريكيتين أو اكتشف الأمريكيتين أو استعمر الأمريكيتين هو الرجل الأبيض النصراني،
فهذا ديدنه. أما في الجزائر فالأمر مختلف تماما. في الجزائر كان لابد أن يقضي على الإنسان ودينه، كان يريد أن يقضي على الكيان الجزائري، ولما نقول كيان جزائري يعني بامتداداته العروبة والأمازيغ وعلى رأسهما الإسلام، وطبعا بمقتضيات هذه الهوية الجزائرية من عادات وتقاليد وأعراف وغيرها، كان يريد أن يقوض كل هذا ويستبدله بالنموذج الغربي. ولما تقول النموذج الغربي طبعا النموذج الفرنسي، والنموذج الفرنسي يستند أساسا إلى دين فرنسا الذي هو النصرانية أو المذهب الكاثوليكي، وقد سعى إلى ذلك. أهم من هذا مشهد أو ملمح أكثر من هذا وأقوى من هذا لنستدل على ما نقول، فرنسا مباشرة بعد 3 سنوات من احتلال الجزائر، يعني في سنة بعد 6 سنوات يعني في سنة 1836 كانت يومها احتلت الجزائر العاصمة وضواحيها، وقليل يعني من منطقة الوسط لم تكن تبسط هيمنتها على الجزائر كلها. مباشرة بعد 6 سنوات أول ما بنت وأنشأت في الجزائر أنشأت مدرسة مسيحية نصرانية لتعليم الدين النصراني. وبعدها بسنتين أتت بأكبر قس يومها وشرع في التبشير يعني في القرى والمداشر في سنة 1832 هو أنطوان بوشون. هذا بدأ في التنصير وعمد إلى التنصير وإلى اجتثاث الهوية الإسلامية من نفوس الجزائريين، لأنه كان يعرف أنه يقدر يقضي على الهوية أو على الأقل يطعم الهوية الجزائرية ببعض من الحضارة أو الموروث الغربي من لغة مثلا على الأقل اللغة ونمط العيش وغيرها، لكنه كان لا يمكن أن يقضي على الإسلام ولا يمكن أن ينقح الإسلام بعقائد أو سلوكيات أو شعائر غير إسلامية، لأن الإسلام لا يقبل أن يدخل عليه غيره فيتطعم به بخلاف الهوية. بدليل أنه إحنا الآن الحمد في الجزائر تجد يعني لغتنا فيها الكثير من الألفاظ الفرنسية والكلمات الفرنسية، لكن هل مس أي ديننا أي شيء من العادات أو الطقوس الدينية النصرانية؟ مستحيل. فكانوا يعرفون أن عدوهم الأول كما كانوا يقول كما قال قس في سنة 1830 يعني بعد 100 سنة من احتلال الجزائر كان يحتفل في احتفالية كبيرة أقامتها فرنسا، فكان يقول أنه هدفنا ورسالتنا هو طرد محمد من هذه الأرض، يعني الإسلام، القضاء على الإسلام تماما. فلهذا كان هذا الملمح اللي يخليك تعرف أنه بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تنصير الجزائريين، ناهيك عن طبعا تنصير. كيف تعاطت سلطات الاحتلال في فرنسا مع المساجد والمدارس؟ هي منذ البداية حولت المساجد إما يعني إلى بارات، إذا كانت مساجد صغيرة في وسط المدينة إلى بارات، المساجد الكبرى حولتها إلى كنائس، المساجد الصغرى حولتها إلى مرافق عمومية يعني بلديات ومقاهي وبارات أكرمك الله وغيرها، وحتى أنها عمدت إلى المعلم التركي الوحيد في الجزائر العاصمة مسجد كيتشاوا، لأنه كان أكبر مسجد في الجزائر العاصمة، أهدات هدية إلى يهود أوروبا المعمرين اللي جابتهم فرنسا استوطنوا الجزائر، أهداتهم هذه التحفة أو مسجد كيتشاوا، أهدته إلى الجالية اليهودية من المعمرين وحوله إلى كنيس يهودي. مع الأسف إلى يومنا الناس هذا يحمل اسم جامع اليهود عن الجزائريين، مع أنه مسجد الآن، والمناسبة كان يعني إمامه الشيخ الشعراوي في فترة من الزمن رحمة الله عليه. طيب فيما يتعلق الحقيقة، ثم ننتقل من هذه النقطة، فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا وعلى إثرها خلفت الملايين من الشهداء من الشعب الجزائري المسلم، حتى الآن هناك تضارب في الأرقام، هل هناك أرقام ربما تكون هي الأقرب للصواب فيما يتعلق بأعداد من قتلتهم فرنسا في الجزائر؟ هو في الواقع أنه الجزائر معروفة مع الأسف بأنها بلد المليون ونصف المليون شهيد، وهذا أحياناً عند بعض العائلات يعني يحز في النفس، لأن الجزائر دفعت ما لا يقل، أقول لك ما لا يقل عن 10 مليون شهيد
في خلال 132 سنة التي بقتها فرنسا في الجزائر، يعني من يوم 10 مليون شهيد، 10 مليون شهيد، حتى أنه فيه المؤرخين الفرنسيين يقولون، أغلب المؤرخين الفرنسيين يجمعون على أنه رغم شح المعلومة وقلتها، هذول المؤرخين الفرنسيين يقولون أن عدد الشهداء قبل ثورة نوفمبر 54 لا يقل عن 7 مليون. فلنفرض جدلا أنهم 7 مليون، أضف إليهم المليون ونصف المليون شهيد، أي 8.5. فبالتالي يستحيل أن يكون رقم الشهداء الذين قضوا نحسبهم حسب المؤرخين، حسب المؤرخين لا يقل أبدا، لا هم يقولون أكثر، وهذو الفرنسيين المؤرخين الفرنسيين يقولون سبعة لا يقل، يقولون لا يقل عن 7.5 مليون. يعني في النهاية نحن أمام ما يقارب 10 مليون شهيد أو يزيد عن 10 مليون شهيد، 10 مليون شهيد، 10 مليون شهيد. الجزائر في خلال 132 سنة على الاحتلال، في ناس ربما يظنون أن أجدادنا الجزائريين كانوا خانعين أو راكعين أو قابلين بالاستعمار، وهذا خطأ. 132 سنة لم تهنأ فيها فرنسا ليلة واحدة، ولا حكامها في الجزائر وجنرالاتها لم يهنأوا ليلة واحدة في الجزائر. تعرضوا إلى 144 قبل الثورة التحريرية اللي هي 145. 144 تقسمت ما بين ثورات شعبية، تمردات، احتجاجات، اعتصامات مسلحة وغيرها، 144. فلهذا الرقم كان قوي جدا، ولهذا كانت فرنسا باطشة. فيه قرى أبيدت عن بكرة أبيها، عن قرية مثلا في مدينة اسمها مستغانم في الغرب الجزائري، قرية بعدما يعني قضى كل رجال القرية شهداء، لم يبقى إلا العجزة والنساء والأطفال، احتموا بمغارة كبيرة، فعمد الجيش الفرنسي إلى غلق المغارة وحرقهم بداخلها، حرقهم لدرجة التفحم، لم يسلم منهم أحد. فرنسا، الجيش الفرنسي والاستعمار الفرنسي كان لم يكن يكتفي فقط بالقتل، لا، كان يروع، كان يرهب، لأنه مصطلح الإرهاب المفروض أنه أن تكون جريمتك في حق إنسان ما أو جماعة ما يعني تلحق به الأذى وترعب وتروع غيره، هذا هو الإرهاب، هذا هو مفهوم الإرهاب. ففرنسا كانت يعني ترهب بشكل بشع. يكفي نقول لك أنه من بين جرائمها البشعة ما كان يطبقه الجنرال بيجار في سنة 57 في معركة الجزائر، واخترع أسلوب جديد للتعذيب اسمه كروفيت دي بيجار، يعني جمبري بيجار. فكان يضع المسجون الجزائري تحت التعذيب ويربط، تصب الخراسان الإسمنت المسلح في قدميه ويترك إلى أن تجف. بعد ما تجف لبنة الإسمنت المسلح يؤخذ ويرمى بالطائرة. كانوا في منطقة القبائل في أعالي الجبال، كانوا لما يرقون القبض على أحد أبطال الثورة التحريرية يعذب إلى أن تخرق قواه، ثم يكتف من يديه وقدميه ويرمى بالطائرة العمودية إلى في القرية مسقط رأسه، يرمى به من الطائرة. البشاعات والفظاعات اللي اقترفتها فرنسا، يعني هذا في سياق التعذيب، هذا في سياق التعذيب أنا لا، والإبادات الجماعية ناهيك عن هذا. هناك تفجيرات نووية، تفجيرات نووية التي بدأت بها فرنسا في منطقة رقان بالجنوب الجزائري، ما لا يقل عن 17 تجربة بدأت في سنة 60 وانتهت في سنة 66. أكبرها وأضخمها هي ما يسمونه عملية الجربوع الأزرق. نعم. عملية الجربوع الأزرق، القنبلة التي أو قنبلة الجربوع الأزرق تساوي 3 أضعاف القوة التدميرية لقنبلة هيروشيما. وإلى يوم الناس هذا قضى فيها يعني كم من الأعداد، أعداد الشهداء؟ هما كانوا في المنطقة كانت نائية ومعزولة، لكن كانوا يجيبوا فيها ما لها تأثيرات الإشعاعات النووية. لا، الأهم الإشعاعات، أنا لا أتكلم، التجربة نفسها. كانوا يجيبوا سجناء الرأي، المعارضين الجزائريين الشرفاء رحمة الله عليهم، كانوا يجيبوهم يحطوهم في موقع التفجير لتجريب القنبلة، مدى أثرها على الكائن البشري، يعني في ما يسمى في المساحة صفر.
انت ربما تتكلم عن الاشعاعات هي ليست مساحه صفر، ربما 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو انا اتكلم لك، لكن مستحيل انه ولا دوله في العالم من دول النوويه، باكستان وروسيا وامريكا، ما فيش دوله منهم جربت تاثير القنبله النوويه على الكائن البشري من المساحه صفر، من المسافه صفر، الا فرنسا. حوالي 500 سجين نفذت فيهم التفجير، إلى يومنا هذا يعني فيه تأثيرات جانبية، الأجواء ملوثة، الأرض لحد الآن السرطان يفتك بكل أنواعه بسكان المنطقة. والأدهى والأمر أنه بعدما انقلب جنرالات فرنسا في 92 المنطقة هذه كانت معزولة ومسيجة وبعيدة، فتحوا فيها معتقل كبير يسمى معتقل الرقان في قلب التفجير، وأخذوا إليه المعارضين وحتى المتهمين زورا من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قضوا هناك 4 سنوات. الآن كلهم مرضى، كلهم يعني مدمرين صحيا، كلهم حاملين أمراض، والمصيبة أنه فيهم حتى فيهم شباب اللي تعرضوا إلى إشعاعات، فلما رجعوا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات تزوجوا، نقلوا حتى الأمراض الإشعاعية هذه إلى يعني أولادهم إلى أولادهم. بيننا دائما أقول بيننا وبين فرنسا ليس البحر الأبيض المتوسط، وإنما بحر من الدماء والجماجم، بحر من الدماء والجماجم. ففرنسا لن ترضى عنا، فرنسا هي عدونا الأول، فرنسا هي شيطاننا الأكبر، فرنسا قضيتنا معها. فلهذا الشعب الجزائري لما اليوم يقول لك الشعب يريد الاستقلال، هو يقصد الاستقلال من رفقة فرنسا. طيب ربما سأتحدث باستفاضة عن الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالعلاقة بفرنسا، الجزائر وفرنسا، ولكن كيف واجهت المقاومة الشعبية الجزائرية هذا المستعمر الفرنسي، وما هي أبرز البطولات في هذا الإطار؟ هي شوف قلت لك احنا في ثورات شعبية كبيرة حدثت في الجزائر، يعني رفضا للاستعمار ومقاومة له، منها على يعني على رأسها ثورة الزعاطشة، ثورة الأمير عبد القادر، ثورة الشيخ بوعمامة، ثورة الشيخ الحداد، الشيخ المقراني، الشيخ بوبغلة، هؤلاء العظماء، ثورة لالنسومر. هذه لالنسومر فتاة عندها 21 سنة أمازيغية حرة من الحرائر الأمازيغ، يعني قاومت 16 جنرال فرنسي نكلت بهم في معارك مريرة. فهذو الأبطال هذو كانوا محركهم ودافعهم الأساسي هو الدين والعقيدة، لأن الإنسان صاحب الدين صاحب إرادة ربانية، إرادة الله لا تقهر. فالعامل الديني كان موظف في كل الثورات الشعبية، ما كان ينقصها جانب تكتيكي، جانب تقني، وجانب جغرافي، أنها لم تكن تتميز بالشمول، لم تشمل الجزائر كلها، فلهذا كانت تفشل واحدة بعد الواحدة. لكن كما قلت لك دائما كانت من ثورة تسلم إلى ثورة. الفرق اللي بيننا أنه أجدادنا هذ المقاومين كلهم المقاومين، يعني من الأمير عبد القادر مرورا بأحمد باي، الزعاتشة، الشيخ بوعمامة، الحداد، المقراني، كلهم كانوا يحاربون بشرف العسكرية، بأخلاق المقاتل الإسلامي، بخلاف فرنسا التي كانت تنكر بالأهالي، كانت تذبح الرضع، كانت تغتصب الحرائر. نحن كنا أشرف منهم مع أننا كنا أضعف منهم. ولهذا يحضرني هنا كتاب، يعني بالمناسبة إذا فيه أهلنا من الجزائر يتفرجوا، أنا أوصيهم بقراءة هذا الكتاب لمؤرخ فرنسي كبير اسمه ميشال أبار، الكتاب اسمه نوتر ديزونير الجيري، عارنا في الجزائر. كتاب قيم جدا يتحدث عن هذه الأمور بتفاصيل، وكأنها يعني الرجل تشعر أنه يستحي بفرنسيته، استحي من فرنسيته وهو يكتب هذا الكتاب. فيه كتاب آخر كتبه الجنرال بول أوساليس، هذا كان مسؤول عمليات التعذيب في الجزائر العاصمة في معركة الجزائر، وكان مسؤول تحديدا على تعذيب بن مهيدي ورفقائه. فهو في سنة 97 أو 98 كان كتب كتاب سماه ألجيري سيرفيس سبيسيو، الجزائر مصالح خاصة، اعترف فيه بكل جرائمه ووحشية الاستعمار، وكيف كنا يعني نقتل ونقطع ونمزق ونذبح، لدرجة أنه ابنته رفعت قضية مباشرة وقضية نسب وتبرأت منه من هول ما قرأت عن هذا السفاح، التي قالت كنت أفتخر أن أبي بطل عسكري، لأن العسكري عندهم ليس مثل العسكر عندنا إحنا، لا، العسكري عندهم عنده قيمة، فبالتالي كانت فخورة بوالدها هذا.
ثم تبرأت منه. تبرأت منه. فالعار الفرنسي في الجزائر يعني عار على الإنسانية، مثل ما كتب ميشيل عبار، هو عار على الإنسانية، عار على القيم، قيم الثورة الفرنسية التي يتشدقون بها دائما لما تتكلم معهم، الثلاثية المقدسة، ليبرتي فراترنيتي إيغاليتي، مساواة وعدالة وحرية، لا توجد مع غير الفرنسي، هي مع الفرنسي. الآن أصبحت يعني حتى مع الفرنسي غير يعني المتجنس أو الفرنسي الذي هو من أصول غير فرنسية لا ينال من هذه الثلاثية شيء. والدليل البنتين أخواتنا البارح الجزائريات اللي تعرضوا للاعتداء ليستا مقيمتين وإنما مواطنتين فرنسيتين، ذنبهما الوحيد أنهما مسلمتين. فتشوف لأنهم الآن أصبحوا يتوجسون خيفة من ما يعتقدون أو يسمونه أسلمة فرنسا، لأنه يعني الآن فرنسا فيها ما لا يقل عن 14% من الشعب الفرنسي مسلم، 14 مليون مسلم تقريبا، وفيها حوالي 14 مليون مسلم؟ آه، وفيها الجزائريين فقط في الجزائر لا يقلون، أنا أتكلم عن الجزائريين يعني اللي عندهم وضعية مسواة، غير الجزائريين ما يسمى بالحراقة يعني اللي ما عندهمش وثائق، أنا أتكلم عن الجزائريين اللي عندهم وضعيات مسواة، يعني ما بين جزائري عنده جنسية فرنسية أو عنده إقامة لا يقلون عن 6 مليون لا يقلون عن 6 مليون. وانت تعرف أن المسلم دائما يعتز بانتمائه وبدينه وبعقيدته وبهويته، فهم الآن يعيشون رعبا من فما يفعله الآن من صعود الإسلام، من صعود الإسلام. فلهذا ما يفعله ماكرون لا يمكن أن يقرأ إلا على أنه ضربة استباقية يريد أن يطفئ نور الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره إن شاء الله. توقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة حول حقيقة استقلالية القرار الجزائري اليوم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. أعود ورحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الرافعي، الكاتب الصحفي الجزائري. أستاذ عبد الله، مرحبا بك من جديد. إذن ما حقيقة استقلالية القرار الجزائري اليوم عن فرنسا بعد 58 عاما من إعلان الاستقلال؟ شوف، هو الجزائر المستقلة الحديثة المستقلة، جزائر 62، مرت يعني بفترة بنبلة 3 سنوات كانت لا شيء، ويعني ما كانش أصلا محطة مهمة تقريبا. بنبلة كان يعني ممسوك من ذراعيه، ذراع يحكمه العسكر أو جماعة وجدة، والذراع الآخر يحكمه عبد الناصر، فكان عبد الناصر يتولى الشأن الخارجي، السياسة الجزائرية الخارجية كان يعني يسطرها عبد الناصر، السياسة الداخلية كان تسطرها مجموعة وجدة، عسكر وجدة. بعد الانقلاب، انقلاب 19 جوان 65، أصبح بومدين يحكم. بالمناسبة بومدين هو الرئيس الوحيد في تاريخ الجزائر الذي كان رئيسا 100%، يعني كان مستقلا، رئيس كان يحكم، كان الجميع رقاب السلطة تدين له فقط. من غير بومدين عمرنا، احنا الرئيس دائما احيانا يكون من الصف الثالث او الرابع، مثل تبون شخصيا، هي مع انها شخصيه عتيقه في النظام الجزائري، عنده 50 سنه واليه من اليات النظام، لكنه يعني احسن احواله كان شخصيه من الصف الثالث في النظام الجزائري، والى يوم الناس هذا ليس ما وهو على ما هو عليه رئيس الجمهوريه ليس من الصف الاول. فدائما بنية النظام الجزائري تختلف عن بنية أي ديكتاتورية عربية، يعني لا تشبه ديكتاتورية السيسي ولا عبد الناصر ولا ديكتاتورية صدام ولا القدافي، تختلف تماما، لأنها كلها كانت تتمحور حول ديكتاتورية الرجل الواحد. الجزائر ما كانتش عندنا ديكتاتورية الرجل الواحد، عندنا ديكتاتورية الكتلة الصلبة أو ما يسمى بالفرنسية لي ديسيدور، المقررون. هؤلاء المقررون زمن بومدين كانوا بعيدين عن الحضن الفرنسي، وكانوا ربما يتعاملون مع فرنسا بندية، كانوا لا يتلقون الأوامر من فرنسا، ولهذا نحن
رغم كل ما نقوله في بومدين لكنه كان لديه حد أدنى من الشهامة والوطنية بخلاف من لحقه. شادلي بن جديد رحمة الله عليه الذي جاء بعد بومدين أنا شخصيا أعتبره كأحسن رئيس للجزائر، هذا رأيي الشخصي وأنا أختلف فيه ربما عن 90% من الجزائريين. نقطة ضعفه الوحيدة بالنسبة للشادلي أنه كان طيبا لا يصلح للسياسة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا، وكانت الرئاسة أمانة فكانت أكبر منه، وكان محاطا في غياب بومدين كان محاطا بعصابة جنرالات فرنسا أو ما يسمى بدفعة لاكوست التي مع الأسف أتى بها بومدين ورباها على حجره، استخدمهم بومدين. فلما مات بومدين وجدوا أنفسهم نافذين فاستولوا على كل صلاحيات شادلي وكبلوه، إلى أن جاءت ثورة الربيع العربي الأول 5 أكتوبر 1988، أسقط الجزائريون النظام ودخلوا في ديمقراطية مثالية، فوجدت فرنسا وأذنابها في الداخل فرصتهم من ذهب. فلما استتب الأمر دخلنا في الديمقراطية وفازت الجبهة الإسلامية بالإنقاذ، عمدوا إلى الانقلاب عليها ومصادرة الاستقلال الجزائري، مصادرة الدين الإسلامي، مصادرة المسجد، مصادرة المدرسة، مصادرة الفن، الرياضة، الدين، كل مناحي الحياة العامة ألحقت بفرنسا وتحولت الرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ودائرة المخابرات كلهم تحولوا إلى مجرد مكاتب فرعية لمكاتب أم أو مركزية في باريس. الاحتلال الثاني حدث عمليا ورسميا يوم الانقلاب 11 جانفي 92، انقلاب من 92 وحتى اليوم هذا الاحتلال الآن. الجزائريون لما ثاروا العام الماضي أرادوا كسر هذه الوضعية، كسر وضعية نظام الاحتلال أو نظام الاستعمار غير المكلف بالنسبة لفرنسا أو الاستعمار بالوكالة. فلما أسقطوه انقلب عليهم انقلابا أبيض قاده القائد صالح حفاظا على نفسه وعلى زملائه، فأوصلنا إلى ما أوصلنا إليه تحت زعم كذبة، يعني وعد كاذب أنه سأنتقل بكم إلى الجزائر الجديدة. كيف تكون هذه الجزائر الجديدة؟ كما أسماها هو النوفمبرية الباديسية، مع أنه ذوي الألباب والعقول كلهم يعني ليس الجزائر اليوم تعيش مرحلة جديدة مختلفة. ما الجدة في ذلك؟ أين الجديد في ذلك؟ فرنسا تتحكم، يكفي أنه الرئيس هذا الرئيس الذي يسمى رئيس ثورة وانتخابات وجاء لا الثورة نقول أنها نجحت عندما تجسد مطالبها. هل خرج الجزائريون مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية أو بإجراء تعديلات دستورية؟ لا طبعا، الجزائريون خرجوا في كلمة واحدة لا زالوا يكررونها إلى هذا اليوم، يقولون يتنحوا قاع أي يرحلوا جميعا. ما هو شعار النوفمبرية الباديسية؟ من أصحابه؟ كنت أتمنى أن تسألني هذا السؤال لأنني أسأل دائما هذا السؤال من إخوتي العرب، لماذا الجزائر النوفمبرية الباديسية؟ وما يعني على الأقل أنتم مسلمين المفروض تقولوا جزائر إسلامية. النوفمبرية الباديسية أن الجزائريين ليس لديهم ما يعتزون به إلا الإسلام في المقام الأول وأمجادهم الثورية في المقام الثاني. الإسلام والأمجاد الثورية هي النوفمبرية الباديسية. الباديسية هي الإسلام نسبة إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس اللي هو الشيخ مشايخة الجزائر، وهناك من يسميه شيخ مشايخة السلفية في القرن العشرين، طيب الله ثراه، أبو الإصلاح الجزائري رحمة الله عليه. النوفمبرية نسبة إلى ثورة نوفمبر، لأن ثورة نوفمبر هي التي أعادت الأرض ودحضت فرنسا، وهي التي كما كنا نتكلم في الفقرة الأولى هي التي هزمت أو أغلقت ملف الحروب الصليبية في صيغتها القرون الوسطى. فكان انتصارا عظيما، انتصار الثوار الجزائريين على فرنسا كان لا يضاهيه أو أكبر وأعظم حتى من فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين رحمة الله عليه. فكان أكبر إنجازين حدثا
في حربنا كمسلمين ضد النصارى منذ الأزل هي فتح القدس على يد صلاح الدين الناصر صلاح الدين الأيوبي والانتصار في ثورة التحرير، فلهذا عندها قدسية كبيرة. نرجع إلى بيان أول نوفمبر. بيان أول نوفمبر اللي هو الوثيقة التأسيسية أو شهادة ميلاد الجزائر المستقلة، من كتبوه؟ أنا والله كل ما أقرأ بيان أول نوفمبر منذ بدأت أقرأه وأنا صغير أنحني إجلالا أمام هؤلاء العظماء الذين كتبوه. يا سيدي، لا درسوا في الصوربون ولا كانوا في بلاطوهات مكيفة، لكن كتبوه بإبداع بصيغة بديعة. يقولون يعني بعد ما يتلو الدباجة في ما تعرض له الجزائر من التنكير وطمس الهوية ومحاربة الدين وكذا وكذا، قررنا خوض العمل المسلح من أجل تحقيق الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. يعني النوفمبرية الباديسية بإبداع قبل أن يأتينا بها القائد صالح الذي أعاد اختراع الماء الساخن أو أعاد اختراع العجلة لما جانا بالنوفمبرية الباديسية. فهذه هي النوفمبرية الباديسية. ما دمنا الآن نتكلم عن النوفمبرية الباديسية، النوفمبرية الباديسية قالونا هي نوفمبرية الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة يقولون أن دستور أول نوفمبر هو الوثيقة المؤسسة له. سؤالنا الأكبر، أين النوفمبرية الباديسية في دستور أول نوفمبر؟ دستور أول نوفمبر هو ما يؤسس حقا إلى النوهمبرية الباريسية، ولا علاقة له. ما النوهمبرية؟ النوهمبرية الباريسية معناها النهب والولاء لباريس. النهب في الداخل والولاء لباريس. والله بهذه الطريقة البعض يتهمكم أستاذ عبد الله أن تلوثون الأجواء الوطنية الجزائرية بعد انتخابات وبعد مجيء رئيس، والأمور استتبت كما يقولون. والله أنا أقول دائما أن الشعب لما يكون في حالة المنافسة والمقارعة السياسية الطبيعية يطالب، أما الشعب إذا ثار فلا بد أن يغالب. الثورة ليس شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الرافع الكاتب الصحفي الجزائري، كنت معنا طيلة هذه الحلقة من برنامج الحقيقة. شكرا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في